بهالجو البارد هذا بدك تطلع تشم هوا نظيف يا ابني؟ لوين بدنا نروح؟ خلاص خال، طول بالك شوي صبور، بس نطلع من هالغابة رح يطلع منظر بعدها بجنة، رح يعجبك كتير. طيب يلا ماشي لنشوف. شو عم يصير هنا؟ وين خال؟ امشي. وقف وقف، انزل لنشوف شو فيه. كينان، خلينا نعمل شي بلا ما نضل واقفين هيك. معك حق خالي، خلينا نتصل بالشرطة. سكتي وامشي معي، سكتي مع ولا صوت، تعي لهون. عادي بترجاك اتركني، انا ما عملت شي. رح خلص عليكي، انا ما كان بدي اقتلك لانك بنت حلوة، بس اجيتي بالوقت الغلط وعالمكان الغلط. انا ما عملت شي، اتركني. لا لا، انا رح فوت خالي. ايه يلا انت خليك هون بلا ما تفوت. ابني مستحيل خليك تفوت لجوا لحالك، لازم حدا منا يضل برا، اذا صار شي وقتها بتفوت. بس كينان مثل ما عم قلها خال، خليك. اتركني الله يوفقك، انا ما عملت شي، مشان الله اتركني، والله ما عملت شي. لا تتحركي، اتركني. لا تتحركي. لا تخافي، اجيت لأنقذك. قومي استعجلي يلا. ما بعرف كيف بدي اتشكركم، انتو انقذتوا حياتي. هذا شو كان بده منك؟ هو ما بده مني شي، مديره، أنا بشتغل ببيته وشفت كل شغله اللي ما لازم شوفه. ها سمعت؟ ضربت عصفورين بحجر، منه أنقذت حياتها المسكينة، ومنه رح تنمسك عصابة كبيرة بسبب إفادتها إن شاء الله. هذا اللي صار، باللحظة اللي قلت فيها رح خبر الشرطة، لقيت حالي هون. الحمد لله على سلامتك أختي، أي حدا مكاني كان عمل نفس الشي. الله يجزيك الخير. تسلم. رح تروحي معنا على المركز مشان إفادتك. انتو انقذتوا حياتي، رح اضل ادعي لكم طول عمري. طيب بنتي يلا انتبهي على حالك، الحمد لله على سلامتك. يلا الله معك.